عليكم نبيل مود. اولا تنبغي نشكر تنشكر يعني كل هذه المنابر الاعلاميه على التعب ديالكم على مشقه السفر باش يجيو ويحضروا معنا في هذا الكاستينغ هذا، وهذا ماشي غريب عليكم، ديما تتشجعونا وتتعاونونا، ولولاكم ما غاديش يكون صراحه هذا الكاستينغ اللي الحمد لله اصبح وطني ومعروف على الصعيد الوطني وتخرج المغرب. وتنتمنى ان شاء الله هالدوره باش يعني تكون في المستوى ديال هادشي اللي تنطلعوا ليه لا حنا ولا نتوما. وكيف ما تتعرفوا هذا الكاستينغ ديال نبيل مود اللي هو يعني واحد يعني بدايه ديال واحد الشغل اللي هو شاق لي ديال ان شاء الله الدوره الثانيه ديال مهرجان الاناقه والابداع الفني اللي هو تتنظمه جمعيه الوان الشرق للثقافه والتنميه، اللي غادي يكون ان شاء الله في شهر 4 بحضور يعني مصممين لامعين من داخل الوطن وخارج الوطن، وكذلك فنانين، ويعني واحد المهرجان اللي غادي يكون فيه مفاجآت كبيره وكبيره بزاف. وكيف ما تتعرفوا يعني الميزه اللي عند هذا المهرجان ديال الاناقه والابداع يعني البدايه ديالو هي كاستينغ، من بعد كاين تدريب ديال عارضين وعارضات الازياء اللي حنا تنشتغلوا عليهم وتندعموهم وتنكوتشيوهم يعني باش يصبحوا يعني يمشيوا في ميدان يعني في عالم المانكينا اللي بزاف ديال الشباب اللي تيحلم باش يصبح عارض او عارضه. لان الا بغينا نهضروا على عارضه او لا عارض يعني تقدر تحل بزاف ديال المجالات، يعني تنشوفوا عارض ازياء او لا عارضه اللي صبحوا تبارك الله مشاهير ممثلين او لا مقدمين برامج او لا، يعني تنشوفوهم على بزاف ديال الصفحات ديال المجلات، وهذا هو اللي تيطمح له كاع يعني كاع الشباب. وحنا الحمد لله كان واحد النجاح اللي هو يعني الحمد لله يعني حنا راضيين عليه اللي هو فايت 50%، وحنا تنتمناو ان شاء الله هذا العام هذا باش نوصلوا لواحد النسبه مئويه اللي هي ترضينا وترضي الجمهور وترضي ان شاء الله الشباب اللي تيثق فينا. وتنقول يعني لجميع الشباب المغربي من طنجه حتى القويره مرحبا بكم غدا في كاستينغ نبيل مود، وشكرا.